وخلونا من اخبار نادي الزمالك اللي تابعناها معاكم نتابع بعض الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي والاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي للمباريات القادمه واللقاءات اللي هنكون بنتابعها ليه في اللقاءات او يعني المباريات اللي جايه. ولكن قبلها خلونا نروح لعلي معلول، علي معلول واللي فاز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز بناء على تصويت الجماهير، وتفوق علي معلول في هذا الاستفتاء على كل من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، ومابولولو لاعب الاتحاد السكندري، ومروان حمدي مهاجم فريق سموحة. علي معلول كان قدم أداء مميز جدا مع النادي الأهلي قدام البنك الأهلي، سجل هدف من ضربة حرة أو من ضربة حرة مباشرة، وصنع هدف آخر لزميله أحمد عبد القادر في فوز النادي الأهلي بثلاثية دون رد. ونروح بقى لاستعدادات النادي الاهلي لمباراه الدوري اللي جايه، واستقر الجهاز الفني بقياده مستر مارسيلو كولر على استمرار الفريق في اسكندريه بعد نهايه مباراته قدام النادي الاسماعيلي واللي هتكون يوم الاربعاء اللي جاي، وهي مباراه مؤجله من الاسبوع ال 18 من الدوري المصري. كولر فضل ان يكون في عدم عوده للقاهره بسبب ظروف ارتباط النادي الاهلي ايضا بمباراه ضد الاتحاد السكندري بعد لقاء الاسماعيلي ب 72 ساعه فقط في اسكندريه برضه، وده خوفا على اللاعبين من الاجهاد والسفر خاصه وان الوقت قليل ما بين اللقاءين. ومن ملف الاصابات، عمرو السوليه لاعب النادي الاهلي بدا مرحله الجري حول الملعب ضمن برنامج التاهيل اللي يعني بيؤدي اللاعب للتعافي من الاصابه اللي لحقت به في العضله الخلفيه. الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي اكد ان السوليه بينفذ برنامج التاهيل بانتظام سواء في الفقرات اللي بيؤديها في الجيم او في الملعب، وده تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعيه.